السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2020 بالنسبة لنا في مصرف السلام كانت سنة امتنان وتعلم بفضل التجارب اللي مرينا فيها. احنا اليوم اقوى مما كنا عليه قبل 2020، ومن هذا المنطلق حبينا نبدأ صفحة جديدة في سنة 2021، وتكون انطلاقة لمرحلة متميزة ومختلفة راح تتعرفون من خلالها على رؤيتنا وقيمنا الجوهرية اللي تجعلنا متميزين. اليوم احنا متحمسين للتغيير ورسم علامتنا الجديدة اللي راح تعكس هوية مصرف السلام. عشان كذي حبينا نخليكم جزء من رحلتنا للتغيير، وندعو كل الفنانين والمبدعين المحترفين انهم يشاركونا التحدي. شنو هو التحدي؟ التحدي انكم تبتكرون شعار او لوجو لمصرف السلام يرمز الى التغيير والبدايات الجديدة. شعار يعكس وعد مصرف السلام بتقديم أفضل تجربة مصرفية للزباين، والفائزين الثلاثة راح يفوزون معنا بجوائز قيمتها 1500 دينار و800 دينار و500 دينار بحريني راح يتم إيداعها في حساب دانات للتوفير. للتفاصيل أكثر أو التسجيل راسلونا على البريد الإلكتروني marcomms@assalambahrain.com قبل تاريخ 20 فبراير، واحنا متحمسين نشوف تصاميمكم وابداعاتكم المتميزة الجديدة. وشكراً.